الغناء. وهل حد دلوقتي يعني يعني عنده الشجاعه انه ياخد قصائد فصحى يعملها اغاني؟ والله سواء مطرب او ملحن. انا برفض. حضرتك بترفض؟ آه. ليه؟ لان انا بدايه لازم يكون هو بيحب الشعر. يعني كاظم بيحب الشعر. وكاظم عمل لي لو اننا لم نفترق وعمل لي بغداد. وطبعا بغداد كانت حدث لانها او القصيده الوحيده اللي اتغنت وكان كاتبها شاعر مصري. يعني ما كانش شاعر عربي. في وقت طبعا كانت كل الادانات وكل الكلام ده كله يعني. لكن لو جاني مطرب من التقال زي مين يا استاذ فاروق؟ مين لو جالك تقول له اتفضل دي قصيدتي اغنيها لي؟ انا بعتقد هاني شاكر ممكن يغني شعر، بس هو ما اعرفش ليه. ما ما حتى الجداد، طب ليه ما تغامرش انت؟ مين الجداد؟ عمرو دياب ولا عمرو دياب ممكن يغني لك قصيده؟ عمرو دياب اذا جات له الجرأة. هو ده عمرو دياب لو جات له الجرأة، ولا فاروق جويده لو جات له الرغبه؟ لا، هو عمرو دياب لو جات له الجرأة عشان يدخل تجربه زي دي وياخدني فيها معاه، هي مجازفه طبعا. مجازفه مني انا شخصيا. وغير عمرو دياب في كذا؟ حضرتك بتقول لي الجداد، عمرو جداد، عمرو دياب جديد؟ هو لونه جديد. يعني هو كلون عنده فرصه انه يجدد.